السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في قصة جديدة من قصص جرائم في هولندا. أولا العنوان كيف شفتوا طائر قاتل، فالعنوان صحيح، يعني ماشي للتضليل، لأن المحققين في هذه الجريمة يعني سماو هذه القضية بقضية كوكوك. وهذه الجريمة يعني علاش قارنوها بهذا الطائر الخبيث وتسمات ملف كوكوك؟ اولا تعرفوا اخوتي على هذا الطائر الخبيث اللي تشبهت به هذه القضيه. هذا الطائر ملي كتبيض الام، كتبيض بيضه وحده، كتبيض الام وبعدا اولا هذا الطائر سميتو باللغه العربيه الطائر الوقواق، الهولنديين كيسميوه كوكوك حيت هو تيغرد كوكوك. المهم هاد الطائر الام ملي كتبيض بيضه ما كتعتنيش بها نفسها هي ولا كتخليها في العش ديالها، لا كتهزها لواحد عش اخر يعني ديال طيور اخرين، واخا ماشي حتى في النوع ديالها ولا في الشكل ديالها. كتحط داك البيضه في وسط البيض، كتهز بيضه من البيض الاصلي يعني باش الام ديال داك العش الحقيقيه ديال داك العش ما تحسش بالتغيير في البيض. المهم ما عليناش. وداك البيضه ديال الطائر الوقواق كتفقص هي الاولى. اش كيدير داك الفرخ؟ كيرمي اي بيضه معاه في العش، يعني كيف كتشوفوا في الصوره، واي فرخ يعني حتى لا فرخ شي فرخ موراه ولا قبل منه تيرميه من العش، يبقى بوحديته تيرهق داك الوالدين اللي ماشي ديالو، يعني الطير كبر من حجمه بحال نقارنو غراب مع برطال صغير، يعني كبر هو من والديه، تيرهقهم الى حتى بعض الاسابيع وتيهاجر الراسو. الى ما كنتش مشترك معنا شرفنا باشتراكك، ما تنساوناش باللايك، ما تنساوناش بتعليقكم. المهم نرجعوا لقصتنا. كيف قلنا دابا غنشوفوا كوكوك الادمي، وهو في سنه 2000 وسنه 2000 كتصل بالشرطه من واحد المدينه صغيره اللي هي بارن، يعني في النواحي ديال اوتريخت. كتصل واحد المره بالشرطه بان واحد الجيران ديالها اختفوا، يعني مراه وراجلها، يعني هذه اسابيع ما بقاوش يبانوا، ولكن واحد الجار حتى هو اللي ساكن معاهم في الحي هو اللي ساكن في الدار ديالهم. المهم يعني داك البلاغ ما تحرك له ساكن. عاودت المره الثانيه يعني نفس القضيه، وعاودت للمره الثالثه، ويعني مشات عند البوليس وقالت بان داك الجار هو الوحيد اللي عنده يعني علاقه قريبه بهم، وماشي غير جالس في الدار، تيسوق حتى السياره ديال المختفي، وتيقول بانهم في بلجيكا. ولكن بما ان يعني هذوك المختفين ما عندهم ولاد، ما كاين حد في من العائله ديالهم يعني دار شي بلاغ للبوليس ولا شي حاجه، الشرطه ما حركت ساكن في هذا الامر، وبقات القضية هكاك إلى حتى سنة 2003 كتلتاج نفس الجارة اللي اتصلت بالشرطة، يعني كتلتاج بواحد الشخص اللي هو بيتر إيردفريس. شكون هو هاد بيتر إيردفريس؟ بيتر إيردفريس أسيدي هنا في هولندا هو واحد مراسل جريمة ويعني محقق، وقال له الفضل يعني في عدة جرائم ما تمش التحقيق فيها، وقال له الفضل باش تحلات هاد الجرائم. ودابا راني في يعني مشغول مع ترجمة بعض الحلقات ديالو، هي اللي غادي نصدها لكم ان شاء الله في القريب العاجل. المهم تعرفوا على شكون هاد المختفين. هاد المختفين هما هانس وريا مولر، يعني زوجين تزوجوا من 1971، ما عندهم ولاد، منين تزوجوا داك الوقت شراو هاد الدار اللي راه الكوكوك فيها، ما عندهم لا ولاد لا والو، يعني عايشين من نفسهم.
هانس عنده أخ واحد وريا عندها 5 الأخوات، ولكن العلاقة شبه منعدمة. هذا هو اللي كيف قلت يعني عايشين نفسهم، وحتى في بلاغ الشرطة كيف قلنا. بعد الجارة ما اتصلت ببيتر إيردفريس حاول يتصل به هاتفيا، ويعني قعدوا في التليفون ودار معاه موعد باش يمشي عنده للدار. وجا اليوم ديال اللي كان 26 نوفمبر 2003، مشى عنده بيتر إيردفريس مع المساعد ديالو، ولكن ما لقاوش في الدار، ومشاو عنده العمل ديالو اللي هو عبارة عن يعني حديقة أطفال ولكن فيها الحيوانات. هاد الحدائق كنشوفهم أغلبية غير هنا في هولندا، يعني ما عندناش حتى في المغرب، ولا كتكون واحد حديقة كبيرة وتيكونوا مربين فيها حيوانات، تيجيو الأطفال تما كاينة كزيارة لداك الحيوانات. يعني تتكون ديما غراتوي، تقريبا أي حي كتلقى فيه هاد كيندر بوردراي. وما لقاوش حتى تما كاينة، رجعوا للدار تما كاينة تيلقاوه يعني في الدار. دخلوا عندو يعني عندو الدار، وكان الكاميرا مخبعة. إحساسي أنا يعني أول مرة هاد الحلقة يعني شايفها قديم، ما هادي 8 سنين ولا 10 سنين، يعني كنتفرج لهذا البرنامج سبحان الله، وأول ما شفتهم هاد بيتر دفريس والمساعد ديالو مشاو عند هاد الشخص ودخلوهم للدار، قلت صافي يعني هذا مراسل ولكن محقق، يعني عنده عقلية بوليسية. المهم كيف قلنا دخلوا عنده للدار، بداو تيسولوه يعني كيفاش انت العلاقة ديالك هنايا، باش جالس في الدار، واش من يعني صحبة اللي غادي تخلي شي واحد يخلي واحد في الدار ديالو وتيسوق الطوموبيل ديالو وما عليه حتى خبر وما عرفوش فين. قال لهم لا، هما راهم دابا هما في بلجيكا، وانا راني مقابل الدار ومقابل القط. وقالوا له واش عندك يعني شي نمره التليفون ديالو شي عنوان؟ قال لهم لا، حتى التليفون ما بغاش يديه معاه، واخا يعني شريت له حتى انا نمره من عندي، يعني حتى التليفون ما بغاش يديه معاه. ومره مره تنكتب شي رساله هنايا ملي تنبغي نتصل بيه تنخليها، الا ما كنتش راه تيجي تيديها وتيخلي لي الجواب. سولوه قالوا له واش كاتب شي رساله انت دابا غتخليها له ولا؟ قال لهم لا، راني كنت كاتبها وقطعتها. كيفاش انت كتبتيها وراسك ويعني وقطعتيها لراسك؟ ما يعني بدا الشك يدخل، يعني بدا تيدخل الشك في راس بيتر إيردفريس، يعني حاجه ما واضحاش. وقال له يعني كيفاش المصاريف ديال البيت، من غاز من ضوء من اي حاجه يعني خص البيت. قال له داكشي انا ما تنعرفش في البنكه، فهمتي، انا ما كندخلهمش في امورهم البنكيه. قالوا له عندك شي رساله يعني كنكتبها لك هو ولا هذا؟ قال لهم يا كيجيوني وكنقطعهم، يعني داك الماشين ديال اللي كتقطع الاوراق فينا هي. قال لهم راه الفوق، واش ممكن يطلعوا الفوق؟ طلعوا مع الفوق، طلعوا مع الفوق اسيدي، كيلقاوه يعني الفوق ولا ساكن فيه، حوايجو تما كاينه، عندهم داير مكتب تما كاينه، يعني السيد ساكن واخد راحته في الدار. وتا داك لاماشين فاش شافها بيتر إيردفريس تلقاه يعني باينه شحال هادي ما خدمات قديمة تما كاينة. المهم لي سولو علاش نتا، قالو وكيف كنعرفو هانسورية ماشي ناس صغار ولا يعني ناس كبار شوية. المرة عندها السكر، الرجل فيه الروماتيزم، ومرة مرة ما كيتمشاش دايما أغلبية على كرسي متحرك. قال لهم يعني هو ملي ما تيقدش يطلع للفوق خلاني ساكن للفوق. المهم اخر مره شفتي فيها قال لهم يعني فغوش، احنا قلنا في نوفمبر مشاو عنده، قال لهم فغوشت
كنت في الخدمه ديالي في كندر بودراي، شفت شي طوموبيل في الباب، وقفت تما كاينه. ملي مشيت هانس اش كدير هنا؟ سولو كلشي مزيان لاباس بخير. سولو واش كان بوحديتو، قالو لا، كانوا معاه شي ناس بلجيكيين. قالو من بعد مشى. المهم هنا بدا تيدخل الشك. بيتر يعني تاكد من بان هاد كوكوك اللي الاسم ديالو بولدير، بولدير ولا بولدير، 59 سنه. يعني بدا تيدخل الشك، وهنا غادي يبدا البحث ديالو حول هذا الشخص. وهنا كيتبين بان بولدير ماشي غير ساكن ولا تيقابل الجرده ولا الدار، تبين بانه كيسوق السياره ديال المختفي من نهايه سنه 1999. وقال كيفاش هاد السيد هنا حوالي 4 سنوات، يعني شكون تيخلص هادشي كامل؟ ما يمكنش. وهنا بيت القصيد، هو كيتصاب من كوكوك، يعني مزور توكيل باسم المختفي اللي يعني تيوكلو هو، يعني رساله للبنك بانه يعني في هذا الوقت الحاضر راه ما غير موجود، وجميع الاعمال اللي كتعلق بالبنك تيوكلها لهذا الشخص اللي هو بول دير. واي مشكله عرضتكم ولا شي حاجه غادي تلقاوه، يعني غادي تلقاوه، يعني يمكن لكم تتصلوا به على رقم الهاتف ديالي. وانا دابا راني في جوله حول العالم، ويعني ما غاديش تقدروا باش تتصلوا بيا، فلهذا اي مشكله انا راني كنثق في هذا الشخص، وهو يعني غادي يتكلف بهذه المسائل البنكيه ديالي. وحتى السياره اللي طلب هانس يعني في المختفي في سنه 1999 بيجو مازال جديده، يعني التامين ديالها ولا حتى الصيانه ديالها كل 10000 كيلومتر، مازال هادشي كامل باسم ديال هانس، بحال اللي هو اللي كيسوق داك السياره. وتصابت السياره وقتها ضربها 63000 كيلومتر، يعني 10000 راه 6 المرات اللي يعني دار لها فحص تقني شامل، كيدير واحد لا فيزيت، يعني اي حاجه كتكون ناقصه في الطوموبيل كتصاوب داك الساعه، كلشي على المصاريف على حساب هانس، لان كلشي مازال بسميت المختفي. يعني هادشي كله كيف قلنا كتقطع كاقتطاع شهري، يعني كل شهر كيتقطع داكشي اوتوماتيك من البنكه. وكان صاحبنا بول بما انه ساكن في الدار وعنده يعني لي كارت كيشي ديال المختفين، كان تيدوز لراسو كل شهر 1500 اورو. كي كيدير لها 1500 اورو؟ كيدوزها كمصاريف، يعني صيانه هذا، شي حاجه ديال الدار، ريباراسي ديال روبيني هذا، يعني كل شهر تيخرج حوالي، كل مره تيدير حاجه كيخرج المبلغ ديال 1500 اورو. يعني المختفي هو اللي كيدوزهم لحساب بول، ولكن بول هو اللي تيدير كل شيء لراسو. وعدة أسئلة حيرت المحقق بيتر، بما أن كيف قلت هانسوريا يعني ماشي صغار، ناس كبار عندهم أمراض مزمنة، يعني راه تقريبا دائما عند الطبيب ديال الدار، ولكن كيتلاحظ من نهاية 1999 حتى واحد فيهم ما مشى لا للطبيب ولا يعني ما كانش زيارة في هذا الوقت، في هذه 4 سنين التالية ما يمكنش. وحتى جواز السفر الباسبور ديال هانس كان خصو يسالي في سنة 2002، وحنا في سنة تقريبا علينا 2004، يعني 2003، يعني وهذا السيد موجود خارج البلاد، ما يمكن لك تكون خارج البلاد بلا باسبور. يعني تا هاد الشيء فين دخل الشك لبيتر. ملي تاكد من هاد الشكوك كيتصل بالشرطة اللي تدخلت فوقتها، هي فين غير لقاو جثتين هانس وريا. و
وعقلتو منين قلت لكم مشى عنده المحقق بيتر والمساعد ديالو مشى عنده للدار وما لقاوش، مشاو عنده الخدمه ديالو داك الكيندر بودراي، تماك شاف بيتر يعني داك البلاصه الصالحه باش تدفن فيها شي حاجه. والمفاجاه كتصاب هي كيوجدوا الجثتين يعني تحت واحد نقولوا البراكه ديال المعزة، تما كاين دفنهم يعني قطعهم اشلاء ودفنهم تما كاين. ولكن هذا الشخص اللي دير هذه الجريمه المزدوجه يعني قاتل زوجين وساكن في دارهم والدنيا هانيه، بغينا نعرفوا شكون هو هذا الشخص، نشوفوا الماضي ديالو. هذا الشخص وهو في الستينات كان يعني خدام فلاح مع واحد شخص اخر، وتصاب كيسرق له بحال نقولوا الغنم فراقشي، كيسرق له كيبيعهم في السواق اخرين. ومني بان عليه شويه ديال الثراء كان وقتها خدا واحد المرسيدس يعني في الستينات، تما كاينه تبعوا داك المعلم وعرفوا كيسرق له من المواشي ديالو، دوز العقوبة ديالو وتنفهم داك المدينة اللي هي هارلم فين كان. أما الجريمة الثانية هي مع واحد الأرملة أرجنتينية في سنة 1970، كانت باغا تبيع واحد البيت ديالها ودار بأنه هو اللي غادي يشريه. وواحد الوقت يعني واحد اليومين اختفت داك المراه، واحد الجاره كتقول بانها شافتهم يعني في الليل مخرجها مركبها في الطوموبيل ديالو، بما ان هذيك الارمله في عمرها 65 سنه هو كان فوق يعني داك الوقت في عمره 26 سنه. منين لقاو عليه الشرطه قال الشرطة القبض يعني وقع تفتيش، وقع تفتيش في السيارة ديالو، كيلقاو عنده واحد البالة، بالة فيها الغيص والدم. ملي واجهو يعني منين كيفاش هادشي قال لهم وكاين شهود بأنهم شافوا داك المرا كتركب معاك في 4 ولا 3 الصباح مخرجها من الدار، قال لهم كانت غادية معايا مات عندي في السيارة ونت دفنتها. ملي مشاو سيدي تيقلبوا فين دفنها ما تلقاوش الجثه، هي هادي تتراجع هو على الهضره اللي قال لهم هادشي ما كاين منه والو. فداك الساعه سنه 1970 كي قلنا كيديوه فين غيديوه، تيديوه ماشي كاين مستشفى امراض عقليه، ولكن ماشي بحال اللي كنعرفوه، هنا كاين واحد المستشفى امراض عقليه كنسميو تي بي اس، يعني هذا مختصر ديال واحد ثلاثه الكلمات. تي بي اس سيدي هذا كيتحكم على الانسان به، وتا هو فيه عامين 3 سنين وزيد. يعني الدوله كتجوج بك، هاد المصحات كيديو لهم غير المصحات التابعه للدوله، كيديو لهم غير الناس اللي يعني الناس خطرين على المجتمع وكلها، وكاين اللي كيبقى تماك دائما كان اللي يعني كيدوز مده وتيخرج. المهم صاحبنا كيديوه لتما كاينه بلس عامين في 1972 كيهرب من تما كاينه هو وجوج اخرين، تيكتفوا يعني الغارديان ديال تما كاينه تيديو السوارت وتيخرج. مشاو تسرقوا واحد البنكه في الطريق، يعني في المطارده كيدخلوا في واحد الشجره، فين هاد الشجره ولا هاد العمود تيكون؟ سبحان الله، شوفوا الصدف، تيكون بالضبط في الكيندر بودراي اللي غادي من بعد غادي يخدم فيها وغادي يدفن فيها داك الجثتين. المهم شدوه دوز العقوبه ديالو الى حتى سنه 1980، سكن بوحديته واحد الوقت، واحد الوقت مشى يسكن مع الجده ديالو. الجده ديالو هي اللي كتسكن هي الجاره ديال هاد المختفين هانس وريا، هنا غادي يتعرف عليهم. بقى جالس مع جدته، ماتت سنه 1991 على عمر يناهز 91 سنه.
كان شكوك حول الموتة ديالها عليه، ولكن العائلة ديالو أكدت بأنه ما عنده علاقة بهذيك الموت. المهم قصة، كان في الدار الجدة ديالو، كان وقتها عمره واقيلا 47 سنة، تزوج واحد البنت صغيرة في عمرها 20 سنة، ولد معها 2 دراري، ولكن في آخر التسعينات، يعني بالضبط في العام اللي وقعت فيه الجريمة، خرج من الدار. إذا من خرج من الدار كوكو خصو عشا آخر، وهي هاديك ترمي بالها على عنصرية اللي كانوا ضحيتين تلقى فيه. نطلبو من الله ناخدو شي إفادة من هاد الجريمة، وأستودعكم الله، وحتى الجريمة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.